Yes. Don't. Don't. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناه تدريب كلاب كابتن محمد عبد الهادي. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. حلقتنا النهارده هنكمل فيها سلسله تدريب كلب المالينوا جاك، والحلقات اللي فاتت الناس اللي بتتابع معايا كل الحلقات هتلاقي ان الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها على تدريب الكلب على امر داون، والحلقة اللي كانت قبلها اتكلمنا فيها على تدريب الكلب على امر ست، والنهاردة في حلقتنا هنتكلم على دمج الامرين ان هو يعمل ست وداون ورا بعض. طبعا الامرين دول هما مستمرين في حياة الكلب طول فترة حياته، انت هتستخدمهم كتير فالكلب هيتقنهم كده كده مع الوقت، لكن هي الفكرة ان في بعض ناس بتبقى عندها مشكلة في تدريب الكلب على امر داون، وبيكون بالنسبة لهم الوضعية للامر ده صعبة شوية غير امر ست خالص. فالحل كان بسيط، زي ما احنا شايفين انا عامل شيء مرتفع عن الارض، وده بيسهل عليك فكرة تدريب الكلب على امر داون، لان انت بتنزل بمستوى ايدك بالمكافأة بعد مستوى جسم الكلب. فلما بتنزل ايدك مسافة لتحت شوية، لو الكلب معلد معاك هيبدأ ان هو غصب عنه ينزل لتحت مع مستوى المكافأة، لكن لو الكلب مش معاند معاك هتلاقيه بينزل عادي لما بيسمع امر داون. هتلاحظ لو الكلب عاند معايا شوية هتلاقيني بنزل ايدي مسافة اكبر لتحت عن مستوى جسم الكلب علشان ان هو يبدأ ان هو يعمل امر داون، ودي من اسهل الطرق لتدريب الكلب على امر داون زي ما احنا شايفين كده. التكرار في تدريب الكلب بيوصل الكلب ان هو يعمل الامر بشكل احترافي اكتر من انك تعلم الكلب الحركة مرة او اتنين وشوفته عملها قدامك خلاص فاكتفيت. لا، هو هتلاقي الكلب مع الوقت هتلاقيه هينفذها، لكن مش هتبقى باتقان، هينفذها لكن مش بسرعة. طالما انت عايز يبقى الكلب حركته مظبوطة وفي نفس الوقت بيعمل الامر بسرعة، لازم تعوده على الامر اكتر من مرة، بحيث ان انت وانت بتتفرج عليه تبقى شايفه بيعمل الامر كويس جدا وبيعمله بينفذه بسرعة. في الحالة دي كده هو الكلب اصبح بيأدي الامر باحتراف. غير كده لازم تكرر عليه التدريب اكتر من مرة. زي ما احنا شايفين هنا، انا مرة بقول له ست ومرة داون، ومرة بقول له داون وبعد كده برجع اقول له ست تاني. الحاجات دي كلها بتخلي الكلب يعرف يميز الكلمة كويس، ويعرف يميز حركة ايدك كويس قوي، لان هو بيسجل في مخه حركة الايد وفي نفس الوقت كمان الصوت اللي انت بتقوله له. هو مش بيفهم الكلمة ككلمة انها ست او داون او اقعد او اي لغة ايا كانت، لكن هو بيميزها في مخه كنغمة صوت هو بيحفظها مع حركة ايدك، فبيبدأ ان هو يميز بيها انت عايز منه ايه بالظبط، زي ما احنا شايفين كده. طبعا لازم تكون المكافأة اللي انت بتستخدمها حاجة الكلب بيحبها جدا علشان ان هو يبدأ ينفذ معاك الاوامر بشكل كويس. والوقت اللي انت بتدرب فيه الكلب ما يكونش في وقت الكلب فيه عنده حركة بطيئة او عنده شوية خمول، او ان الجو حر، او انت حاسس ان حركة الكلب بطيئة. حاول ان انت تختار الوقت اللي تلاقي فيه الكلب حركته كويسة ونشاطه عالي. اما بتطلع انت بتحس اصلا بحركة الكلب لما بتطلع وتشوف الكلب، او بتروح للكلب بتاعك بتشوف حركته لما بتلاقي نشاطه عالي، اعرف ان انت الوقت ده مناسب جدا وكويس جدا لتدريب الكلب على الاوامر زي ما انت عايز. هتبدأ تعيد على الكلب التدريب اكتر من مرة زي ما احنا شايفين كده. لما تلاقيه بيعمل حاجة تانية ما تحاولش ان انت تكافئ الكلب على امر هو عمله مختلف عن اللي انت عايزه، حتى لو كان الحاجة شكلها عجبك. عود نفسك ان انت تتعامل مع الكلب 1+1=2، بحيث ان الكلب يبقى بينفذ الاوامر اللي انت عايزها بالظبط، ما يعملش حاجة تانية وما ينفذش امر هو بدماغه.
انت لازم تعود نفسك في التعامل مع الكلب بتاعك على كده. الكلب هنا عاند اهو، فانا بسحبه شوية يعني لحد لما يبدأ ان هو يعمل الامر زي ما انا عايز. داون 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 داون. يس، سيت 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 داون داون. يس داون داون. يس سيت سيت. يس داون. يس سيت. يس داون سيت. نو نو سيت سيت نو سيت. يس داون داون داون. داون داون. يس سيت سيت. يس داون. يس سيت سيت سيت. داون. يس كيبورد.